ده ليكون الصدق في القول، لا يخبر إلا بالواقع، والصدق في النية، والصدق في الإرادة، والصدق في العزم، والصدق في الوفاء بالعزم، والصدق في العمل، والصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. مصلي صادق، مصلي غير صادق، مصلي صادق في القيام غير صادق في الركوع، مصلي صادق في القيام والركوع غير صادق في الاعتدال، مصلي صادق في القيام والركوع والاعتدال غير صادق في السجود، مصلي صادق في الصلاة كلها. هذا هو الذي ينفذ عمله إلى سماء القبول. صائم صادق، صائم غير صادق، مزكي صادق، مزكي غير صادق، حاج صادق، حاج غير صادق، معتمر صادق، معتمر غير صادق، قاري قرآن صادق، قاري غير صادق، حاضر مجلس علم صادق، حاضر مجلس غير صادق. والصدق درجات ومراتب. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.